الحكومة امتدادات الحكومات السابقة، حكومات المحاصصة والشراكة باستهلاكات والبوك. فأعتقد أنه لا يستطيعون هذه الحكومة تقدم أي خدمات للشعب ولا يتوقع منهم خير. يعني هو حتى أنا أعتبر حتى هي حكومة غير شرعية، حتى رئيس الوزراء هو مكلف من قبل الأحزاب وليس من الشعب، ولا هو فاز بالأصوات، اختيار الأحزاب مو اختيار الشعب. أريد من الحكومة العراقية أن تحارب اللصوص والفاسدين، وأريد كذلك إنشاء بغداد بكل مفاصلها من خلال الخدمات، البناء، الإعمار، البنية التحتية، وكذلك أطالب بتعيين جيش العاطلين، لأن عندنا خريجين يمتلك مواصفات حقوق هو قاعد يشتغل حمال. أنا أمنيتي وأطمح لهذا الشيء بأن يكون توفير الخدمات، سحب السلاح من المنفلت وحصره بيد الدولة، إقامة المشاريع، تقديم الواقع، تقييم الواقع الصحي والبناء عليه بالوقت اللي إحنا متفائلين، إحنا نتأمل التوفيق من الله يكون المسعى خير لهذه الحكومة.